وسعد. أبغون حيو. شحال. حالك كيف؟ ساك طيب. كيف طيب؟ الله يمسينا وياك بخير. الله يمسيك بالنور. تجينا إن شاء الله صوب حبيب. إيران. الله يوفقه. تونا ظاهرين من الفندق. والظاهر إن الحفل بعيد ما بقريب. ما على موت الله يقرب البعيد. وكل شيء ملحوق. الله يحفظك الحمد. مرحبا والله ومسهلة مليون، مرحبا من خاطر سمح وحجاج طليق ومن هجوس اللي أبغى أنت بالبيت انتبه، مرحبا ومسهلة مليون، يا مرحبا. مرحبا وحجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير في هذه الليلة الاستثنائية. لا 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 انا مبقي لك. شو مبقي لك؟ مبقي لي حقان جايبه مليان خذيتها مني وتشربها. فهد ينزل ولا ما ينزل؟ ينزل. انا متنمر من صغر. انت ما استخرت على ذا صاير سمي سيستر. مساعد يقول اها يا بعد محبوبي يا قربه طيب بعيده في حال انه قريبنا حالات يعزي ضام يشوف الماء ولا شرب مشغول ما بين راحات وجيات يرجوك قال لي خذيت القلب تبصر بتراك مشغول عن حشني شياتي معادة باقي معي عقله أتعب برفها مرهوم في حكمك الأحياء والأموات. سلامك أرجوك قال لي خذيت القلب تبصر بتراك مشغول عن حشني شياتي. إذا دام رجع نعم صح لسان. هذه ثاني زيارة لي ولأبو سعد دوت الكويت شقيقة. وش تقول يا أبو سعد في الكويت؟ شو تحبها واجد؟ الله يديمه حكامها وشعبها بطول أعمارها. سلام يا كويت يا دار السلاطيني. طيب أخوان مريم بزبنت الجلاوية بحبوحة العيش من بين البلاديني من يوم بقع فتاح ونارها هي. حيها يوم العرب تركب ظهور البعارين كويتها مكسب وفط جوي. الله النشيد هذيك كثير له انك تحب الكويت ما دمت حي. نعم. مرحبا بك راي صادق والواوي رفيقنا الغالي. مرحبا وسهلا. باقي لي بمهجتك لو كبر الزرار قدم المعذار واللي هدمت عمره يا عيون اللي ليا ضف جنحانه وطار مخلبه في صدر بارد الجناح يسمره انت كلك نار تجمع بياض محمر مثل شمس دوبها للغروب والشعر يلمع على ضي من قوة الشقار بشتمير انت وامير الرياض المؤمرة انه دصغى البطن ضامت تنهضار الرداء يفث يا بطوال مشمرة. نفسي لين صرت الغريب اللي عجز يا صار الديرة وحولها احتاج لطياب خاوي واحتاج لفضل حبيب بين الغلا والهموم يقل مفعولها
صاحب الخاطر المكسور خليك قريب عندي قصيدة حزينة يمكن أقولها. ولا جو عصر فكرون ومن ضمنهم من الرعي ولا منها خذت مع 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 السيدة حقت أن على عقب حد الرجل اللي يخمر به الرجل ولا راحت سقعتها بدأتها بالصوت كسرت من البل وجت ولا منها جت عصرت البل معها ثنتين ثلاث جن والعيال يا ما يا فكنا من جرباك فكنا من حسوس يكلي فيها وادي كل من يعذر من عنده ولا منها جت فيها عذر من الحق لا قبلت عليك طرحت راسها اللي تلقاها بذرعانك وحطت احيانا عليه قلت خير ان شاء الله جت لي معوده وقلت باعي لا تبطل خلوه باعي ترك يوم جرى يوم الثاني لاني مشترك زعلان من عندها تسوى يسبون البل كلها الا الرعيه الحديقه ويوم تبقى قنع عقب المغرب قالوا انت خاطرك اليوم ما هاب زين قلت ما هاب زين وبعد لكم برص بي هماني وخايف من الموت قصه في العمار خايف من هزعتني بتجي حواويها ورفضت وبسمح ويا مداغيش الغمار كل عين تجعل النفس تتبع غيها وانا نفسي غيها حبنا بيت الفقار ما يلعب من بدري مناي يا ابني نيها مرخص حالي ومالي العين ام الحوار مغترن على يديني ترص الحيها مرخص حالي ومالي العين ام الحوار مغترن على يديني ترص الحيها خص بنت الفاطر اللي لها عندي وقار ما خشر بي حبها غير صورة فيها حبها من حب عزل لها بالقلب دار جعرها شر بابين يا طحيها اذهبت مني وانا اللي بخيص في الديار لين دورات الليالي كشف خافيها كانها خزامة الوضح في شوط الافكار بينها لك ما جاب الاشواق وضحا زيها. يا سلام يا سلام ان كان هما جات بالطيب طيب حنا نحب الحاجة اللي تجي طرق عن الردى والماقف اللي يعيب تردنا عادات ويجرنا رجلنا يدين من الفقارة قريب بين السحاب وبينها ما نرى فرق اللي رضينا كانها رش صيب واللي يزعلنا كانها صاعقة برق. اللهم صل كيف اجي واروح ما جيتها في حلولها مرحبا ترحيبتين تجبر العظم الكسير الكبير يقولها والصغير يقولها الله يبقيك الله يبجيك ابو مبارك زرع في ذا المكان الشرح ان شاء الله تبارك الرحمن والله ما زال حبي واقفة احوال يا من يدير الصلح بي وطيه ما تملك يديني من المال واجعل مقره بين جافني تتركني وحيد للوصال حبال وانت قطعت حبالها وش يفيد الهجر بالله قل لي وش يفيد حالتك يرثى لها كنت حاسب اني قوي وان قلبي من حديد لين دورة اللي
ايش تبي تسوي؟ تبي تطيب المكان؟ حاجة بسيطة. ما يحتاج، فندر موجود. مرة؟ ايوه مرش يعني سيرين يعني صدقني خليك سمسم رشيت مرة الحين طيب غرفتكم هالصالة ها. ما لقاها الجميع. السلام عليكم. حياك الله. تبي اشغل لك يعني فيلم؟ فقلت يعني اجي ابو سعد اطيب فراشك يعني. جيب لي الربو ذا. سم جيب لي الربو. انا قلت اني يعني المقصد اني ابي الطف الجو يعني قبل تنام. الله يلطف حياتك يا ابو محمد. اللهم امين. هذا طال عمرك مرش سيرين من فندر. ابو فندر ايوه خدمه شيء طال عمرك يا استاذ. كنا ولا ايش فيك انت وعدتني انك ما تولع فندر. اقول اقسم بالله ريحته خايسه. هذا يعني من هذا عالمي من اكثر المبيع فندر. تدري وش فيك ابو؟ ايش فيك محتاج فندر؟ لبيه قلت لهم محتاج فندر. هو يضربني يا رجال. معليش يعني استاذ. طيب مو باعلان الله يعافيك. هذا من افضل المرشات صراحه اللي هو مرش سيري. جرب يعني انت ارفع الشاشه وجرب. طبعا هذا والله مو باعلان ولكن سفطان للشباب. حتى ثوبي هذا من نفس المكان. هذا طال عمرك قصتك القماش اللي امس هذا من خياط قياس. شوف كلها قياس، كل ثيابي قياس. شوف هذا الشتوي قياس 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 وهذا بعد قياس. هذه من افضل المحلات اللي افصل فيها انا شخصيا، لا من الايادي العامله ولا من الاكمشه. طبعا هذا للاسف متواجد فقط في الدمام. هذه نصيحه لأي انا اقسم بالله ما افصل عندهم بالجو. الاكمشه هذه والله اني مختارها بالجو. فخياط قياس يا اخوان ولا غيره. أهل الدمام خصيصا والله العظيم إنكم محسودين على المحل هذا اللي عندكم. والله إني أنا من الربع اللي بمر فروعهم عليكم بالقماش ذا. عليه حرام ما فيه حيلة. استخدمت المرش هذا يغير جوك يخليك تضحك تنبسط تشوف بن جدران يضحك. طيب وطيب الجنة حبيب محمد. انا ما همني الا انت. يا مال المحرق. اشوفك تضحك وكذا. مبسوط مع روحي جلي اسولف معه. هذه مهيب لك. مهيب. رفيقك. والله يستاهل المهزة. يستاهل. جربوك كل جنة. طيب المتابعين بعد. لبيه. المتابعين كلهم. جربوك كل جنة. هذا سيرين طال عمرك كذا حد نشأتك تراه ثابت. يمكن لقدك في الديرة في بيشة لأنه ثابت في هندامك. فعلمهم قول هذا من هندر. الله يثبتني وياك على الطاح. اللهم أمين.